كان من الشباب يقدرونك انت قاعده تشتغلين وطالعه من بيتك وتعبانه، زائد ان يحترمون انه مثلا في فواصل او في حدود لازم يعني لا يتخطونها. اني لا ارى اي تعارض في عمل الرجل مع المراه، لكن ذلك يكون وفق طبعا الضوابط الشرعيه والعرفيه. ودائما نحاول نحن كبنات ان احنا نتفوق على الاولاد اوكي في كل المجالات، فيعني في تنافس شديد طبعا. الحمد لله في تطور ان المراه مثل الرجل ممكن تشتغل زي تشتغل شغل، ممكن تنجز، ممكن تبدع فيه. امل الان حقيقه دائما نجد المراه حاضره وبقوه، خاصة أنه هناك عدد كبير ومجالات كثيرة تبدع فيها المرأة أكثر من الرجل. And I found that working in an environment where there are males and females has been challenging, and at the same time it's been rewarding because we are professionals, we're sharing ideas with one another, we're helping one another to grow professionally, and I've always, always had the respect of all of my male colleagues. عدد كبير من الطبيبات والمتخصصات وصلوا إلى مناصب بعض الرجال لم يصل لها. الحمد لله احنا كلنا يعني نساهم لبناء وطن واحد ومجتمع واحد، والحمد لله يعني المرأة بالعكس يعني شيء مشرف ان نرى المرأة السعودية والمسلمة تعمل مع الرجل ضمن النطاق الشرعي والنطاق العملي فقط. لا ما أسميها الاختلاط، أسميها التعاون بين الرجل والمرأة لإبداع ونهضة المجتمع. Same. We're all here with a specific mission to take the profession, the technical background that we have developed, and to share it with our visitors, with our customers, and to serve one another. إن ماذا يمكن أن تضيف المرأة من بصمة هو اللي يميزها. حتى لما كنا نتكلم في العمل التطوعي يقولوا لي دائما أي الأعداد عندك، كم الولد وكم بنت؟ ما أحسبها كذا، أنا أحسب دائما بما يقدمه سواء كان الولد أو البنت من إنجاز يضاف لهم. تتقبل شوي شوي وجود المرأة في ميادين مختلفة من ضمنها اللي هو مهنة الطب أو حتى التمريض أو الميديكال ككل يعني. A mixed environment works when everyone has their technical expertise and they are staying true to the corporate values and they are staying true to their profession and having high ethical standards and following their dreams and reaching their peak potential.